نعم بيض الله وجهه. أخي أنت ليش مجحف يا أخي؟ مجحف يعني وش؟ أنت بخيل وأنت يعني معطيك الله يا أخي. والله ماني بخيل. فيها اللهم صلي على محمد. صح صوتك والله ماني بخيل يا أبو. في مقولة جميلة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. رضي الله عنه برضه. اليوم كذا قريتها وصراحة أني استفدت منها شيء كثير. لأنها خذا هي خمس كلمات. إيه. خذها في كل واحدة مجال. إيه. فقال خذوا مني هذه الخمس كلمات. فإنكم والله لو ركبتم المطية حتى تنصبوها ما أدركتم مثلهن. لا يرجون عبد إلا ربه سبحانه، ولا يخافن إلا ذنبه الله، ولا يستحي إذا سئل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم، ولا يسأل ولا يستحي. خذوا مني هذه الكلمات الخمس، يقولها علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فإنكم والله لو ركبتم المطية حتى تنصبوها ما أدركتم مثلهن. لا يرجون عبد إلا ربه، ولا يخافن إلا ذنبه، ولا يستحي إذا سئل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم، ولا يستحي أن يتعلم إذا لم يعلم. وإن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس الله من الجسد، ولا خير في جسد لا رأس له. الله الله. بدأها الأولى بأنه لا يسأل العبد إلا الله سبحانه. إلا الله سبحانه وتعالى. صحيح. له مقاليد السماوات والأرض، إذا عرضت لي في زماني حاجة وقد أشكلت فيها علي المقاصد، وقفت بباب الله وقفة ضارع، وقلت إلهي إنني لك قاصد، ولست تراني واقفا عند باب من يقول فتاه سيدي اليوم راقد. الله إنما أقف باب الكريم الذي إذا سألته أعطاني وأكرمني وأعطاني حتى يرضيني وأعطاني مسألتي. فأوصى في البداية أن الإنسان لا يرجو إلا ربه، ثم قال ولا يخافن إلا ذنبه، لأن الذنب مهلك للإنسان، هو شيء يخليه يقع في مصائب، يجيب عليه الذنوب، يجيب عليه الأمور، حتى الهموم والغموم، وما أصابكم مصيبة فيما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. الثالثة قال ولا يستحي إذا سئل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم. حنا اليوم في زمان لا إله إلا الله محمد رسول الله، الناس كلها تصدر أني أنا أعلم وأني أنا أدرى، حتى يوصل مرحلة أني أنا أدرى منك وأني أنا أعلم منك وأني اليوم أنا أفهم منك، وأهم شيء أنه يفتي، وأهم شيء أنه يقول ويقول أنا أعلم. يعني يستحي، يحس أنه عيب إذا قال ما أدري، لازم يقول حتى إذا ما يدري يقول والله أظن أنها كذا، سمعت أنها كذا، هو ما سمع ولا رأى، بس إن الله المستعان وده يقول أنا أدري. تخيلوا في شخص مشى مسيرة ستة أشهر وأهل بلده موصينه بهذه المسألة، يبغون يجيب إجابتها. وين راح؟ وراح عند الإمام الجليل الإمام مالك رحمه الله. في يوم جاء عند الإمام مالك قال يا إمام إنني مشيت مسيرة ستة أشهر وأهل بلدي محمليني مسألة أريد أن أسألك إياها ولا بد من جواب. فقال الإمام مالك سأل. فلما سأله الإمام مالك رد عليه برد يعني الرجل شوي تحطم منه، فقال إني لا أحسنها، أي أني لا أدري مسألة أنت سألتني هذه، وأنت جيت تمشي ستة شهور من بلدتك وهلك محملينك المسألة ذي وجماعتك أنهم يبغون الإجابة عنها، أنا لا أحسنها لا أدري. فبهت الرجل شوي لأنه هو جاي كأن في ضميره وفي علم نفسه أن الإمام مالك هو أعلم إنسان في ذاك الوقت بكل شيء، فكيف أنه ما يدري عن الشيء ذا؟ حتى أنه سأله قال إذا عدت إلى أهل بلدتي ماذا أقول لهم؟ قالوا لهم قل لهم إن الإمام مالك يقول إني لا أدري ولا أحسنه. فحتى إن طلبت الإمام مالك يقولوا إنه لو كتبنا عن الإمام مالك لا ندري لملئت الألواح. ووصى الإمام مالك يقول أن لابد أن العالم يألف قول لا أدري فيما لا يعلم، لعل الله أن يفتح له ويكتب له الخير. يعني يحتسب على الله أنه إذا قال لا أدري فيما لا يعلم أن الله سبحانه وتعالى يفتح له الخير في أموره ما يدري عنها. ثم وصى الأخيرة بالصبر، قال وإن الصبر في التعلم، قال إنه ولا يستحي أن يتعلم إذا لم يعلم. قبل الأخيرة إن الإنسان بعض الأحيان يستحي أن يتعلم عند ناس أقل منه، يقول مثلاً لولده الصغير علمني ولا لأخوه الصغير علمني، ولا يروح يدرس عند واحد أقل منه يحسس من نفسه. فالعلم ما يستحي الإنسان منه، يطلبه حتى ولو كان عند شخص صغيراً في عمره، أهم شيء إنه يطلب هذا العلم. الشيء الثالث ختمها بالصبر، قال وإن الصبر من الإيمان بمنزلة الجسد من الرأس، منزلة الرأس من الجسد الله، ولا خير في جسد لا رأس له الله. يعني مبدأ الإنسان وأهمية مثل أهمية الرأس من الجسد الله، لابد أن يكون ملتزم بالصبر. يا الذين آمنوا أصبروا وصابروا ورابطوا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. منازل الصبر عظيمة في الحياة، فالإنسان كل ما يعلم أن الصبر هذا أجر عظيم على الله سبحانه وتعالى، وأن الله سيجزي الصابرين أجرا عظيم، علم أن كل ما أصابه في الحياة هذه يحتاج صبر. بس لا تحاول يوم اليوم انك تهتز بمنزله الصبر او تنزل منها. هذه خمس كلمات جميله بزياده سمعناها
يا سلام. سمعتها اليوم وكانت من علي بن ابي طالب. من اجمل ما نقلت والله. صبر مهم صراحه. يعني شو يقول؟ يقول علي بن ابي طالب: لا تشكو للناس جرحا انت صاحبه، لا يؤلم الجرح الا من به الم. فاحيانا اصبر، لا تشكو للناس شيء ما يحسون به، ما يحس به الا انت. بس هل هي علي بن ابي طالب هذه؟ والله اني يعني سامع انها علي بن ابي طالب. هل هي او لا؟ لا اعلم، لكن علي بن ابي طالب بلا شك شاعر كبير. صحيح، شاعر كبير وهو صحابي فوق شجاع، حتى شجاع وشاعر، عنده حكم في شعره، واعتقد انها له لو تبحث عنها. والله انا ما اتوقع، انا اتوقع انها العراقي. العراقي نعم، العراقي صح. اي كريم العراقي. نعم كريم العراقي. الله يغفر له ويرحمه.